إجلال العلماء واحترامهم وحفظ حقوقهم، وهذا أصل من أصول أهل السنة أنهم يحفظون حقوق العلماء ويحترمونهم، لأنهم حراس الدين وحفاظ الملة، وإذا هدم سور العلماء انبنى على ذلك هدم الدين نفسه، فحفظ حقوق العلماء من حفظ الدين. والمراد بالعلماء الذين ورد الثناء عليهم هم علماء السنة المتبعون للكتاب والسنة، فهؤلاء هم العلماء الذين ورد الثناء عليهم ومدحهم في الكتاب والسنة. ولا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه في لحوم العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة، ولهذا يقول ابن عساكر رحمه الله: ومن أطلق لسانه في لحوم العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن أطلق لسانه في لحوم العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكي أعراضهم معلومة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يطلق أحد لسانه في لحوم العلماء إلا إنسان مفتون. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.